إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل الذين الرحيم تنذر قوما ما أنذر بهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني صفاتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جود من السماء وما منا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مهضرون وآية لهم أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها فن فمنه يأكلون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا فيها جنات من نخيل ونعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تذكر الجور القديم لا الشمس ينبغي لأن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ ندركهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تعديهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نتم ولو يشاء الله متامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم فانتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانته فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينزل من كان من يوكل القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا من فهمنا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر إلا إلهام بسم الله الرحمن الرحيم
المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الأفضل الذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وأهله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرقون
یا الہی جو کچھ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے، یا الہی جو قرآن پاک کی ختم پڑی ہے، یا الہی جو تیرے پاک نام کی ذکر کی ہے، یا الہی ان تمام کے ثواب کو آپ کے دربار میں قبول کرنے کے بعد تمام مرحومین کو اس کے ثواب پہنچنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا الہی تمام مرحومین کو اپنے قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یا الہی عزت فرما، حفاظت فرما، یا الہی جو ختم شریف پڑی گئی، جو سلامی پڑی گئی، یا الہی جمعہ جمعہ کی صدقے و طفیل، اپنے حبیب مصطفیٰ کی صدقے و طفیل ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، یا الہی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور یا الہی جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں یا الہی اس کام میں برکت برکت عطا فرما، یا الہی تیرے حبیب کے صدقے و طفیل ہم جہاں بھی جائے ہماری عزت فرما، حفاظت فرما، تمام مشکلات سے حل فرما، حل المشکلات کی عطا فرما، یا الہی جس نے آپ کے پاک نام کے ذکر کی ہے، یا الہی ان کے اوپر جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، یا الہی تو اپنے پاک نام کے صدقے و طفیل ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما، آمین، ان کے تمام مشکلات کو دور فرما، آمین، یا الہی ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین، یا الہی ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، یا الہی رحم فرما، کرم فرما، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی نظر و کرم فرما، آمین، یا الہی ہم میں سے جو بیمار ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل ہمارے بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا الہی جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، یا الہی جو بے روزگار ہے ان کو روزگاری عطا فرما، یا الہی ہم گنہگار رہے، سیاہ کار رہے، ٹوٹے ہوئے ذلت میں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں سے، یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا الہی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمیں آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی بھاگ کے بنی فاطمہ ابر کو لئی ماں کنی خاطمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان اہل رسول منو دست دامان اہل رسول ببرکتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا و بارک وسلم وسلم علیہ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ و بارک وسلم.